لحظة، صديقة أخرى صديقة البرنامج كنتوا تسمعوها وكان صوتها رائع، هي سلسبيل. سمعتنا غير لحظة تبان لي عن طريق الميديا وراهي جاية بسرعة لأنها تسكن غير مدينة، غير حدا المقر الإذاعة. سلسبيل صباح الخير حبيبتي. صباح النور. أهلا وسهلا بك سلسبيل، وإن شاء الله رايحة تعودي لنا بقوة بالمعلومات اللي عودتينا عليها سلسبيل. شكرا لك على الحضور. إذا رايحين نفتتح مستمعينا الكرام هذا البرنامج كما تعودنا بصوت رائع بتلاوة عطرة لصديقتنا ياسمين، تفتتح لنا هذه الجلسة بآيات بينات من سورة طارق. تفضلي.